أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله. حج رمضان. اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
الإذن إن من نسي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. ختم خاتم الإيمان والإسلام استمع نبيكم خاشعين مبسوطين للتلاوة التي قد لها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ
الشيخ خالد أحمد شكر القارئ والمقيم بمركز مدينة الدرنجات. أما الصوت والنور والفراش الحديثة الكبرى ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج محمد يحيى المقيم بهذه البلدة العابرة. حاضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.